أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. سنستضيف في هذا الحوار اللاعب السابق لشبيبة القبائل وشباب الوزداد وعدة فرق أخرى عادل جرار، حيث سنتطرق إلى مسيرته الكروية حتى الآن وعدة أمور أخرى. تابعوا معنا هذا الحوار الشيق. ورحمة الله وبركاته عادل. أولا شكرا على قبولك لجمعة الحوار، خاصة أن مشغولش بزاف في الحوار. مرحبا بكم، بون سلام عليكم، مرحبا بكم جمال داركم، ونشكركم على الدعوة هذه، وإن شاء الله نكونوا غدا إن شاء الله. نشوفك عندك بزاف اللي حبيت تخرج تهضر عندك بزاف نو حاجة الأولى جمال، ما كنتش حنا بون كنت في ليبيا غير كيما وليت، بيسك حنا الشامبيون تاعنا خلاصت كيما تاع الجزائر ب 13 جويي، غير كيما وليت سي بور سا كنت غايب، ما كنتش نجي بزاف سي بور سا. باسكو البطولة الليبية فيها مجموعتين، وكل مجموعة يتأهلوا ثلاثة ويلعبوا ان بلاي اوف في تونس، سي لو ديرني، تما يبان شكون شامبيون، يبان شكون يلعب بلا تشامبيونز ليغ. بون حنا في الجروب تاعنا كلاسينا دوزيام شامبيون، ومن بعد رحنا لعبنا البلاي اوف هذا في تونس، كملنا لو 13 جويي. نو بديت انا كي كنت صغير، بديت في يسر، في مسقط راسي في مدينه يسر ولايه بومرداس، بعدها كملت في الاصغر، مشيت للاصغر شباب برج منايل، بعدين جيت لشباب الوزداد كملت الفئات الشبانيه 15 16 حتى ل 20 سنه، بعدين كان الرئيس الله يرحمه محفوظ ثرباج، كانت كما يقول لك كانت الفئه تاعنا هذيك شغل لفت الانتباه في شباب الوزداد، يمكن حصلنا 3 بطولات ولعبنا نهائيين كاس الجمهوريه، بعد في النهايه تاع تاع الفئات الشبانيه باش نطلعوا الاكابر، نشفى طلع الا مروان عنان واسماعيل خرباش فؤاد الحوامد والحارس دحمان، هذول اللي شغل كان عندهم صحت لهم شغل مكانه في الاكابر مع الرئيس الراحل ربي يرحمه محفوظ خرباج. بعدين احنا مشينا، انا مشيت عملت تجارب في اهل البرج، كان المدرب كمال مواسى اللي نبلغوا له سلام من هذا المنبر، عملت تجارب لمده شهر مع اهل البرج فئات الاكابر، نجحت في التجارب تاعي وحكمني مدرب كمال مواسى، ومضى لي مضيت مده عقد 5 سنوات في اهل البرج، والحمد لله ملي بدات المسيره تاعي كاكابر في اهل البرج. والله كنت شكون في سر، بصح كنت لمده 5 سنوات نجي كل يوم للعاصمه ونعاود نولي ندرب كل يوم ونعاود نولي، ومن مالي الخاص، تسمى مال العائله ماشي مالي انا. من عند الام دي فوا، من عند الاخوه ودي فوا من عند الاب، كنت نجي كل يوم هذيك المده، كل يوم نجي ندرب صباح ونولي العشيه، والله غير كل يوم وساكريفيت وسوفريت والحمد لله، والله غير يوميا، حتى شوف نشفى انه صحابي كانوا يلعبوا معي في شباب الوزداد هما يتعبوا في مكان، يقولوا لي كيفاش تجي كل يوم وبزاف وهذاك الوقت ما كانش تران، ما كانش لي موان تاع الفواياج هكذا، كنت نجي دائما في الحافله ونولي في الحافله، والله كل يوم وسيركيلاسيون من اليسر للعاصمه 40 كيلومتر نعمل حوالي ساعتين بالسيركيلاسيون، نخرج على 6 تاع الصباح كي ندرب على 9 نخرج على 6 تاع الصباح باش نلحق التدريبات ونعاود نولي. والله غير وما نعطيش تدريبات، والله غير كل يوم والحمد لله، والله الحمد لله كنت حاب ننجح، ما حتى حبست قرايتي على جال باش نبقى في جبل بالوزدان، كنت نهرب كل يوم حتى خرجت. بابا بعد حكمني بابا قال لي هي تقرا هي تكمل، كنت نقرا سنه اولى ثانوي، ما نقولش كنت نقرا مليح مليح وما كنتش ضعيف، كنت نقدر نزيد، المهم كنت نقدر نزيد، كون حطيت راسي نقدر نزيد،
صح انا قررت، قال لي حكمني بابا، قال لي راك تغيب كثير، تغيب كثير، راهم يتصلوا بيا كثير، قال لي يا تقرا يا تلعب كره قدم، قال لي خير. قلت له نلعب كره قدم، وانا لما كنت صغير كنت هذاك وين بديت شباب بالوزداد، عباك باش تكون صغير شباب بالوزداد، بعد قلت له لا لا نكمل. بعدين خرجت صغير من القرايه وكملت في شباب بالوزداد والحمد لله. كما قلت لك من هذيك ما طلعتش الفريق طلع، ما عرفتش انك تشوف اللي صاحبي في سكاع، وبعد ما كنتش من بين اللي طلعوهم. والله غنكذب عليك تغيضك، بصح الحمد لله شغل الوالد وقف معايا بزاف. حتى لو كان نحكي لك تاع التجارب هذيك، تشوف مكتوب ربي، يعني كي يكتب لك ربي حاجه واحد ما ينحيها لك. حتى هذه تاع التجارب تاع اهل البرج ما كنت ماشي، عندي صاحبي عندنا حنا يعبلك باللي زموري قريبة لينا البحر، حنا كنا كل مساء نمشيو نلعبوا في البحر، يعني هكذا تاع الحومه نمشيو نلعبوا في البحر. عندي صاحبي هذا حارس مرمى رؤوف بازيز اللي نحييه بالمناسبه، هو اللي مشى يدير تجارب، هو اللي كان ماشي يدير تجارب. هذاك النهار ما جاش يلعب معانا، وبعد كنت معاه قال لي انا راني ماشي غدوه لاهلي البرج، للبرج باش ندير التجارب. انا قلت له البرج ما يديروش لي تاس، قلت له فريق اسم اول. قال لي لا لا، قال لي ماشي ندير لي تاس، قال لي تحب ناخذ لك معايا السي في تاعك ناخذه. خلاص قلت له اوكي ماشي مشكل. مشينا للسيبر، عملت سي في ثلاث بطولات، نهائيا كاس جمهوريه بشباب بالوزدان، خذاها معاه. هو راح مشى للبرج باريريج، خذاها معاه اليوم الاول. اليوم الثاني اتصل بيا قال لي هو المدرب مواسى شاف السي في تاعك، قال لي شغل عجبو، قال لي روح، قال لي قال لهم جيبوه نشوفو. هي مشيت، دا خذاني الوالد ثاني البرج باريريج، مشيت خذيت التجارب اليوم الاول، قال لهم خلاص هذا خذوه يبات مع الـ مع الـ مع اللاعبين ونبقى نشوف فيه. بعدين قلت لك شهر وانا نعمل تجارب، بعد مضى لي مواس. انت مسكت مدربين تشوف اللي فرق الاول؟ اي هذاك الوقت كان الهادي عادل، كان بن سعيد، كان دحوش، كان لوصيف قائد فريق، كانوا ارمضه تاع لاعبين تشوفهم غير في التلفاز، لاعبين كبار يعني اسماوات كبار كانوا في البطولة. كنت نعمل معهم تجارب وعاونوني، خاصة اللاعب عدلان بن سعيد، الله يرحم عدلان بن سعيد عاوني بزاف، هو اللي كان واقف معايا هو اللي كان يدعم فيا ويتكلم معايا والحمد لله. تشوف روحك بعد حتى في شباب الوزداد اللاعبين اللي كانوا معايا شغل تخلعوا كي شافوني نضيت في اهلي البرج، كيفاش ما حكموش بعد في ايوا اهلي البرج. هذاك الوقت كان فريق محترم راك فاهم، بدون مناجر والله غير ربي الحمد لله، والله غير مكتوب الحمد لله. بعد 5 سنوات كملت كامل العقد تاعي، كملت كقائد فريق الموسم الاخير، لانه نشفى الموسم الاخير لعبت معاهم في القسم الثاني، ما حبيتش نمشي، كملت معاهم من العقد. بعد مشيت لساري غليزان، لعبت موسم في ساري غليزان، قدمت موسم مليح عليها، اتصل بي الرئيس ربي يرحمه محمد شريف حناشي، لاني عملت مقابلتين ملاح مع شباب القبائل، لعبنا معهم في اسبوع مرتين البطوله والكاس، فزنا فيهم في اثنين في غيليزان. عليهم وراها اتصل بي الرئيس محمد شريف حناشي ربي يرحمه. بعد جيت لشباب القبائل، لعبت موسمين، لعبت معهم نهائي الكاس الجمهوريه في الموسم الثاني، وين قدمت الموسم الثاني قدمته مليح، لعبت كامل المقابلات. الموسم الاول كانت عندي صعوبه شويه باش ندمج توقع، بصح الموسم الثاني لعبت كان برس كامل المقابلات مع كان اي جودي، بعد زاد جابو زيدي مع الاخير، وين مشينا النهائي الكاس وين قصينا مدير الجزائر في قسنطينه، بعدين خسرنا النهائي لظروف، وبعد جيت لشباب الوزداد. انا شغلي السر جايه بين العاصمه وتيزي وزو، كنت في الوسط، شبكة القبائل كانت مليحة، شغل كنت نمشي ندرب كل يوم ونرجع للدار، يعني 20 دقيقة برك بعيد عليهم. هو في الموسم الثاني اللي برزت فيه مع اي جودي وبوزيدي، اللي مشينا نهائي الكأس وعملنا مشوار مليح في مرحلة العودة، تم بديت نبرز، هي برزت شوية في سريع غليزان، ومن بعد كملتها في شبكة القبائل، بعد جا شباب الوزداد. عاد كنشوفوا شبكة القبائل كاين ثنيه ما دوش بطوله، ما تشوفش ملي هذا الفريق كبير بزاف عن الارقام. شباب القبائل فريق يعني مش انا اللي نتكلم عليه، يعني كل الجزائريين يتكلموا بلي شباب القبائل فريق كبير، القاب اللي يتكلم عليه بيان سور كاين خالل. كي تشوف فريق شباب القبائل بعيد على الالقاب من 2011 ماشي 2008، 2008 البطوله، 2011 الكاس.
من 2011 وما بعد على البطولات. احنا قلت لك في 2018 لحقنا النهائي تجمع احنا كاس الابيض. بكاس الابيض بصح قليل كي تشوف واش حصدوا من 2011 ل 2023 12 سنه حصيله قليله بزاف. يعني شبه القبائل اللي فريق تاع القاب كان يخصوا شويه التسيير ويخصوا الامكانيات. بصح الفتره الاخيره نسمعوا بلي الفريق تحصل على شركه موبيليس شركه وطنيه. ان شاء الله الفريق يعود كيما يقول لك يحصد الالقاب كما كانوا نتمنوا له غير الخير. تغيضك يا صاح كي تشوف شبه القبائل يلعب على السقوط في كل مره وفي كل مره يلعب على السقوط. يعني كاين خلل فاهم ما يكون في التسيير يا في الموارد كيما يقول لك الماديه ولا لانه نظن جوده اللاعبين. نظن البطوله الجزائريه ما كاش فرق كبير بين اللاعبين. يكون فرق ماشي ما كاش بصح ما كاش فرق كبير يعني تقريبا كاع نفس المستوى. الخلل ما نعرفوش ما نعرفش هاد القبائل. قلت لك بالك بقدوم الشركه هذه بتوفر الامكانيات بالك يعاودوا يولوا سكه الالقاب ان شاء الله. انا اصاب كما قلت لك المؤامره خاصه من جمهور فريق عالم بالتحكيم ما كانش سبورت من سبورت فريق الجزائر. نشوف بلي فريق قطر تعرض الى مؤامره. كان حكوا جمال ما انا ما عندي كلمه مؤامره ما نامنش بها. حتى الاربعاء قال لك مؤامره وحتى نجم مقرا كانوا يقولوا راهي علينا مؤامره. يعني اللي يلعب على السقوط يقول لك مؤامره ما نظنش. انا الحكم بالك الحكم متسجل شويه نحيلك ولا ما على باليش انا. ما يعني كي تكون انت مليح في الميدان ما كاش لا انت تقضي على كلش حتى وتكون مؤامره حتى ويكون. بصح انت كي تكون بريزون في التيران وتكون بيان كونسونطري وتكون نظنش. بصح انا هذه قضيه المؤامره قلت لك ما نامنش بها ما دخلتليش في راسي. حبوا يسلكوا لان انا شفتهم تفرجتهم مع مولوديه العاصمه تفرجتهم مع مولوديه وهران تفرجتهم. تحس باللي ايكيب حابه تفوز. تحس باللي كنت تشوف شفت لي جوار تفرجتهم ثاني في مرحله الذهاب في كاس الجزائر مع تيارت. شفتهم ثاني مع شبيبه الثوره. تحس باللي كاين فريق ما كاش شغل لا مارشي ما كاش قريطه ما كاش هذاك الحماس هذاك. بصح في مرحله العوده منذ قدوم مدرب وزيدي شفنا باللي الفريق كان يدخل من البدايه. تحس باللي الفريق راه تحس باللي راك تلعب ضد فريق راه واجد. كنا نشوفوه من الدخله يسجلوا يعملوا فرص يربحوا ثنائيات والحمد لله شفنا فريق متغير في مرحله العوده. يعني صح ما من كل النواحي من الموتيفاسيون من لاغرينتا من كلش. نظن هذيك الحاجه جابها لهم بوزيدي انا لانه نفس السيناريو صار كي كان معنا في 2018. ني بوزيدي هو عنده واحد الحاجه تاع الموتيفاسيون يخليك تدخل للتيران تمد كلش في التيران. يعني موتيفيك بواحد الطريقه ما تقدرش تتخيلها. تحسوها كشراك داخل للحرب ماشي تلعب مقابله. يعني هذيك هي الطريقه هذه هي اللمسه تاعو اللي غيرت الفريق. لكن يكون انت بعد اللاعبين قلت انه صاحب الميزاج بزاف. شوف هو صح سي فري يعيط بصح لازم بوزيدي لازم بصح لو يخلص 90 دقيقه يولي انسان مغاير هو ماشي كاع هو. تسمى خلاص كي تعرف بلي هذا الانسان عامل هكذا تسمى خلاص شغل انت لازم تعمرش راسك بزاف راك فاهم. هو صح يعيط ويدير كلش بصح ماهوش هذاك هو اللي في قلبه. هو يحب دائما يدفعك في الميدان لازم ما تتعبش ولازم تربح ثنائيات لازم كيما بديت كيما تكمل. هذه هي هو الحاجه اللي هو الشغل البوان فور تاعو. يعرف يموتيفي الجوار يعرف يخليك كونسونطري يعرف يحسك باللقاء تولي اللقاء هذاك ترقد به بيان سور. كي تعرف انت المدرب حتى يكون يخدم مليح تكتيكيا حتى يكون يخدم مليح بدنيا وما يعرفش يوصل الرساله للاعبين تاع المقابله ولا موتيفاسيون عندك ما دير به. تعلمني تكتيكيا اوكي وكذا بس ما تزرعش فيا هذيك الرغبه وكذا ماكش ما تعمل شيء. هي الصح في الفوتبول لا غرينتا لا موتيفاسيون تدخل المدرب يوصل لك الرساله
هذه يعني زياده ربما تغطيها كومبليتمون الجانب الفني تغطيها. انا نقول لك كي تكون عندك مدرب يحمسك ويعطيك هذيك لا موتيفاسيون الكبيره هذيك، ولا راه حتى وتكون ضعيف تقنيا تكون لاعب عادي تولي تبان لاعب كبير. انا والله نتوقع يكونوا ملاح الموسم القادم، لانه ما نكذبش عليك الاداره عملت حاجه مليحه كي جدت العقد البوزيدي. مليحه الاستمراريه. احنا احيانا الجزائريين نحقروا بالعين، يقول لك هذا مدرب جزائري، بوزيدي، هذا نو، علاش ما علاش يكمل؟ من حقه يكمل مع الفريق، عمل مشوار مليح في مرحله العوده، من حقه يكمل بعد ديبي سيزون، بعد ريزولتا هي اللي تهدر. اي مدرب تحكم عليه الريزولتا، الا بدا مليح يكمل المشوار تاعو يكمل العمل تاعو، ما بداش مليح يغيروا المدرب يجيب واحد في مكانه اللي يشوفوه قادر على هذيك الوظيفه. لانه في كل مره يتم الاستنجاد بوزيدي يكون فريق يوصل من اجل البقاء، وفي الصيف يعود المدرب، ربما هذا المدرب خاص بانقاذ الفرق فقط. لا شوف، هي سي فري بوزيدي كانوا يجيبوه توجور كي يكونوا في بوزيسيون ماشي مليحه ويسلك ويرجع الفريق للسكه ومن بعد يمشي. نظن بالك هذا الموسم ما عطاو له فرصه باش يبدا بالفريق، ان شاء الله ينجح وان شاء الله تكون معاه النتائج، ونتمنى له غير الخير لانه مدرب اللي نعرفه مليح ونيته طيبه وقلبه مليح ويخدم من قلبه، ان شاء الله ينجح في شبيبه القبائل. هذو الى الناس اللي تعرف شنو القبائل ثلاث موسمين ما عرضوش على التجديد. لا ما عرضوش عليه. شوف كانوا تكلموا معايا على التجديد قبل النهائي، نشفى تكلم معايا ناسين بن عبد الرحمن. بعد مر النهائي صراو المشاكل هذوك، بعدين ما زادوش تكلموا معايا. بعد خساره من بلعباس في النهائي، بعد ما زادوش تكلموا معايا، بعدين مشيت لشباب بالوجدان. والله الكونتاكت مع شباب بالوجدان، شوف اتصل بي ابراهيم شاوش اللي مشى كنت في الدار، اتصل بي ابراهيم شاوش قال لي عادل، قال لي تمشي لشباب بالوجدان. قلت له نمشي شباب بالوزدان، قلت له ماذا بيا نمشي شباب بالوزدان. قلت له قال لي خلاص، قال لي العشيه نكون مع الرئيس احمد جعفر، قال لي ونتصلوا بك، قال لي ونديروا موعد. كما كان الحال اتصل بيا، كان مع احمد جعفر تكلم معايا، ما طولناش. بعد نهار موراها طلعت سينيت، ما قلت كنت نعرف بالوضعيه الكارثيه وكذا، بصح طلعت سينيت ما نكذبش عليك. تحب نلعب شباب بالوزنه ماشي نعاود نولي بروفي، كنت حاب نلعب في ملعب 20 اوت، لانه انا ما نكذبش عليك انا كي كنت في فئه شبانيه ماشي كنت نشوف الغاشي، وكان كنا كل حنا لي زيسبوار كنا نلعبوا توجور قبل لي سينيور. انا كنت كنا نريح حنا نشوفوا الماتش ونشوفوا الفاوت، نشفى حتى كشغل في الفتره الاخيره تاع الموسم الاخير تاع فئه شبانيه شباب بالوزنه عملوا موسم مليح، احتلوا المركز الرابع ومشاو لنهائي الكاس مع الاهلي البرج. تما كان موسم مليح، كان الفاوت، كان لومبيونس، كان تما براسك شفت كامل المقابلات. تما بقات لي في راسي كنت حاب نلعب في ملعب 20 اوت قدام الانصار شباب بالوزدان، والحمد لله رجعت صفيتني رجعت بنيتي ومشات. الفريق كان يعاني بزاف، ما تقدرش كنت ما نحكي لك ما تقدرش تيماجيني. الماما كاش واحد لابس كولار واحد لابس كولار، مشينا لكلمسان بدله ما كاش، يعني كارثه، كانت اوضاع كارثيه. بصح والله الحمد لله، يعني حتى وكانت الاوضاع كارثيه ما ضيعت ولا حصه تدريبيه. كانوا اللاعبين دي فوق هكذا يعياو من دراهم ما كاش والاوضاع. بصح والله غير هذه هي الحاجه اللي شغل نشهدها لروحي، والله غير هذوك الاوضاع كي تفكر نبدا نضحك على بالي. هذوك الاوضاع والله ما ضيعت حتى حصه تدريبيه، كنا ندربوا حنا ندربوا اليوم ما على بالناش وين ندربوا هذو، يا في بوشاوي يا في عين البنيان يا في الفاؤود، وكنا والله ومشات الحمد لله. والله فكرت لما كان في الشبانيه. والله غير تفكرتهم الحمد لله ومشات وواحد صفانيت
ودينا على حسب نيتنا الحمد لله. مراها جاب ركز ابو حفص. لا لا مراها ما شفتوش انا ابو حفص هذا، انا جنيت شاب بزاف ما نعرفوش ولا مره تلاقيه به. كذبش عليك، نضيت مع احمد جعفر بصح هو ما هو صح كان هو ايه بصح ما ولا مره تلاقيت به ما نعرفوش. ومضيت والحمد لله ولعبت كامل المقابلات هذاك الوقت حتى قبل ما تجيش جاري، كنت معذر وكنت هداف الفريق وكنت مليح، كنت عامل مقابلات ملاح الحمد لله. كي زاد جات شركه مهدر زاد عطات لنا الدعم هذاك، كان عندنا فريق جمال حتى وكنا في وضعيه كارثيه بصح كنا نقدموا مقابلات كبيره. وبدينا بموان طروة، بدينا بموان طروة والحمد لله قدرنا نحصدوا 10 نقاط تما 10 نقاط، وكانوا الفرق اللي لعبوا على السقوط كانوا واحد 6 فرق ولا 7 كانوا عندهم 13 15 16 17 وحنا نحاولنا ثلاثه وما لعبناش ماتش. تما لو كان ما نحاولناش تروبون ولعبنا الماتش هذا كنا نكونوا مع الفرق ما نكونوش بعد شويه. الحمد لله والله غير قدمنا وكنا نلعبوا من قلبنا وكنا نقدموا كامل واش عندنا تسوانا ولا شعيب كداد ولا تاريكات ولا حسين سالمي بولخوة سفيان بالغ نساخ جاء جودي الاول وراح، من بعد جاء روابح بعد راح عمل بينا واحد الخمس ايام بعد راح، بعد جاء شريف الوزاني. الحمد لله ما اثروش علينا هذه الامور لانه كانوا لاعبين ولاد عائله وكانوا يلعبوا من قلبهم وكانوا يلعبوا على وجه الانصار، كانوا يلعبوا تشوف كي تشوف نلعبوا نروحوا نلعبوا ماتش. ما نهضروش كاع على واش ما كاش دراهم او لوتيل ما كاش ما كانش هادي ما كانش هادي، كونسونطراسيون توتال تقول الفريق هذا راه يلعب على البطوله. والحمد لله ومشاو بنيتهم كامل اللاعبين وربي يرزقهم وكل واحد دا على حسب نيته، داو دراهم وداو القاب وداو حب الناس والحمد لله. هذا اللي نصرف اخرى على اللي شبه الوزاره بطمح على الدار. لا ما كناش لا 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 ما كناش بعد بزاف جمال، كنا بعد على اللي الاقرب لينا كنا بعد ب 5 بوان. ب 5 بوان انت مازال لك شحال 15 ماتش مازال ما كان مازال لعب. احنا وقتاش احنا مقابله شبيبه القبائل في مرحله العوده لما سجلت الهدف الثاني في 20 الاول ثم خرجنا من المنطقه الحمراء كانت مازال قوجا 9 مقابلات ولا 10. جا سعيود بعدها جات شركه، جا سعيود جا بوشار جا الرئيس عليق شرف الدين عماره ثاني اللي كان مدعمنا بقوه كان الدعم هذاك اللي كان خصنا الدعم المعنوي والدعم المادي. وكان ملعب 20 اوت كل مقابله مكثف قبل المقابله بساعتين بصح كان ضغط ايجابي يا جماعه. حتى الانصار مشكورين هذاك الوقت كان ضغط ايجابي، حتى وكنا احيانا نستقبلوا احنا الهدف الاول في 20 اوت كما شافوا القبائل بصح الدعم الجماهيري كان حتى الدقيقه الاخيره. يعني هذاك الموسم والله غير كيما نقول لك اي سيزون اي نوبليا احسن من كاع المواسم اللي دينا فيهم البطوله هذه الاخيره. خلاص بكاس الجزائر كيما نقول ختامها مسك، خلاص بكاس الجزائر وكاس الجزائر كانت حلوه بزاف. انا بور مو هذاك هو النهائي مع شباب قسنطينه في 20 اول، هذاك هو النهائي لانه خسرنا في الذهاب هذاك مقابل صفر وفزنا 2-0 في 20 اول. سجلت في الدقيقة 75 ربما عندك من برأسية. وعلاش حتى كشغل كاين أنصار وين خرجوا من الملعب، كاين أنصار خرجوا من الملعب وحتى حنا كنا تعبانين جماعة، حتى اللاعبين كنا تعبانين. كنا هذاك الوقت أونشينينا بالك 5 ماتش كل 4 جول ومع لابريسيون وليفيكتيف ما كانش كبير، كانوا عندنا يا ربي 12 ولا 13 جوار ما كانش تما ميم لونترينور ما يقدرش يدور. كنا نلعبوا كل مقابله تاع بالك بلي الضغط الجماهيري والضغط تاع المباراه تاع بالك يتعبك. هي قلت لك مع التعب هذاك وكاع شغل احنا الثقه 73 حتى تحس بلي الفريق كشغل خلاص، لانه في الشوط الاول ضيعنا كثير دخلنا مليح في المقابله. حارس ليمان دار مقابله كبيره يعني هذاك درنا شوط اول ممتاز، الشوط الثاني تعبنا حتى شغل اللعب برد تحس بلي الفريق شغل تعبان خلاص. نتاج الهدف هذاك ونعاود عاود حيا الانصار وحيا اللاعبين حيا كاع الناس. وكنت مهاجم هذاك الدقيقه
كنت قبل بال... انا ملي كنت في فئه شبانيه حتى كان معنا المدرب صابر بن اسماعيل اللي راهو حاليا في الطاقم الفني. ملي كنت صغير انا مليح براسي زعما ملي كنت صغير نسجل براسي عندي دي بونت عندي تات مليحه حتى حتى المدرب اللي لعب سابق غورمان كان معنا في فئه شبانيه نشفى هذاك الوقت كنت في الشبانيه كان يقول لي ان شاء الله انت تولي فيتير على موزات سيار بي كي كيشوفني بلي ماكي بزاف براسي قلت له ان شاء الله نقول ان شاء الله تايمينغ يعني كي تكون تلعب مليح بالراس ما عندك تايمينغ مليح تايمينغ هو الصح ماشي كي تلعب بالراس كي تقرا لها حسابها مليح ما تقدرش ومام تطلع قبل الكره ما التايمينغ هو الصح فيها مام عجبت القبائل مام هو بهدف جميل كثير كانت انديبونت مليحه بزاف حتى المدافع كان طويل عليا شحر طويل عليا بزاف طلعت اكثر منه طلعت سجلتها الحمد لله لا الكونترير كنت مولي كورساريه كنت جيت نجري بالك زدت نطلع كنت مولي كورساريه لاني كنت في طلالين تاع 18 مات ومن بعد نسخ من هذا البوشليو ومن بعد انا درت كوريكوليت على بالي بلي بوشليو شغل اللي يطبحها ويدير سونتر باسكو نعرفوا كيفاش يلعب هي دار سونتر انا وريكوليت جات طلعت ماركي داون الحمد لله يعني انا بول مالك هو الهدف تاع الكاس الحمد لله بعد ما الثم بدات انت مشوف اللاعبين سبانيا لا الحمد لله وشغل تغيير 180 درجه كي جات الشركه يعني الحمد لله صبرنا وتعبنا وربي عطانا حسب نيتنا الحمد لله وزدنا لعبنا ثلاث مواسم واحد اخرين دينا ثلاث بطولات الحمد لله موفقة شوف كانت موفقة حتى جاتني الإصابة كان حتى الموسم الثاني قدمت موسم جيد سجلت مع شباب القبائل في تيزي وزو سجلت مع أهلي البرج في 20 أوت سجلت مع مودودو بارك الله فيك أنا كنت نلعب ديفونسيف بصح توجور في 18 متر توجور كنت حتى نظن بلي شوف الكرات اللي ضيعتهم اللي نحوهم الحراس ولا اللي ضربت في العارضة أكثر من اللي سجلتهم كنت نضيع كنت نسجل كنت ندافع كنت نهاجم كنت نديرهم كاع حتى كما نقول لك جات هذيك الاصابه قدر الله ما شاء فعل يعني انسان مكتوبه من عند ربي سبحانه مور الاصابه طولت باش رجعت شويه لا جات في طوندون يعني يعني شغل وقفتني دارت لي ايناري تاع بريس ويمو وي مو وصحابك يلعبوا لي ماتش كانوا يلعبوا تما هربوا عليا شويه راك فاهم ومن بعد كي رجعت كانوا ظروف اللي ما ساعدتنيش باش نعاود نولي المستوى الاصابه كان بزاف من الاداره او من الانصار لهم وقت كنت وقفت البطوله بسبب كورونا وكيفاش اللاعب محترف يلعب مباراه ولا ما عرف مباراه لا انا شوف انا هذاك الوقت لعبت مع لاعبين قدامى يعني ابابوش مع كودري لعبوا مقابلة مع بالقايد مشيت لعبت معهم وواحد ما مسني وحدي جيت ندير اندي بونت جاتني الإصابة يعني ما تكتبت تقدر كان وقت الكوفيد كانوا اللاعبين قاع يلعبوا كانوا اللاعبين قاع يلعبوا برا حتى أنا اللي كنت نلعب من قبل الإصابة لعبت بزاف لعبت قاع لعبت في صالون بي لعبت في دالي إبراهيم لعبت بارتو لعبت في براقي كنت نلعب تقدرت الله غالب هكذا كتبها لي ربي كيفاش نكرشي ما كتب لي ربي هكذا والحمد لله ماشي دوك تشوف انت جمال تشوف دوك كي يشوفوا اللاعبين يلعبوا برا يقول لك ها ماشي بروفيسيونيل كي يشوفوا اللاعبين زعما في اوروبا يلعبوا برا يقول لك ها شوف دي غران جوا يلعبوا برا وحنا عندنا هذا المهابل وما الى كيما دير الحال والحمد لله بعد موراها حاولت نرجع المستوى تاعي حاولت يعني شوف جمال كنت قادر نرجع انا عادي ونرجع نعاود نولي كيما كنت بي اس ميترات في سي ار بي وصح كانوا ظروف اللي ما خلاونيش يعني الانسان يتحفظ على الكلام ويتحفظ عليك شغل ما نحبش نتكلم على هذوك الامور هذوك اللي كانوا يصراو في الكوليس يعني المناصر ما يقدرش يعرف كلش فهمت
تقدرش يعرف كلش، لانه انت ما تقدرش تروح تحكي يا جاك فوا تتكلم تتفادى المشاكل، تتفادى يقول لك يتكلم كثير كل واحد كيفاش يشوفها. انا ما حبيتش نتكلم يعني، حتى كي جا المدرب ماركوس باكيتا شافني في التحضيرات تاع الموسم الاخير قال لهم كيفاش هذا ما كانش يلعب الموسم الماضي لعبنا شاب يعني معرض مع المسرح بالذات يعني بزاف على الجراح هو اللي بها ما نفسخش عليه. لأنه هو اللي ديبيتا وكنت أنا في الفريق وشافني كيفاش كنت في الفريق، لأنه هو شافني وعرف باللي كاين ناس حبوا ينحوني من الفريق بأي طريقة، المهم عاد الجرار ما يرجعش. نديرونجي لاعبين ونديرونجي مسير، ماشي عباد، مسير اللي شباب بلوزداد كاع يعرفوه الأنصار. كنت نديرونجي مسير لانه عنده لاعبين في الفريق، لانه عاد الجرر لو يرجع للمستوى تاعو للفريق اللاعبين تاعو ما يلعبوش، ما يتوشيوهاش، ماشي ما يلعبوش، ما يدخلوش حتى الارضيه الميدان. وانا كنت متحفظ، انا شغل مع ما عملت خطره فيديو قالت لي ضربت جو. ما نكذبش عليك انا، لانه انا ما نكذبش عليك هذاك الفيديو اللي شغل كما يقول لك زاد اثر شويه على المسيره. لانه علاش انا تكلمت في انا كي تكلمت في لحظه غضب، راك فاهم، ممكن تشوف روحك جمال راجع من الاصابه، تشوف ديجا الاصابه دير لك توسويس كبير في راسك، على بالك تعيشك في نفق مظلم، وتشوف روحك باللي راك قادر ترجع بصح ما يخلوكش ترجع. تحب تلعب ما يخلوكش تلعب، تحط يقولوا لي نحب نشفى فشل في المديه، يقولوا لي الارضيه تاع المديه عيانه تعبانه الغازو، انا كنت نقدر نلعب عادي، خلاص راني ندرب، راني عندي شهر اللي دخلت في الجروب. ترى ارضيه المديه تعبانه، بعد زدنا مرحنا موراها لشلف، يقولوا لي الارضيه طارطو تاعهم يابس ماشي مليح ليك. ومن بعد انا نتقلق، تعبك حسيت بلي شغل ماشي، حسيت كانت مؤامره. ومن بعد انا كي تكلمت، انا ما تكلمتش ما درتش باش ندير البوز ولا باش ندير ضجه، لانه كان لايف، انا كنت مالف ندير لايف، كنت على بالي بلي يقدروا ينحوها. بعد ولا قال لك هذا يتكلم في صحابه هذا بنا هذا بنا. بعد من تما كشغل رجعت باش نرجع، راك فاهم، لانه من تما زادت شغل الناس استغلت الفرصه. لا والله غير شوف، والله يا جمال انا حزام نحبه لانه انسان عاقل ومربي وليد فاميليا. ما شوف، ما كنت ما تكلمت كشغل ما كنتش في وعي، راك فاهم، لانه في هذيك الدقيقه يقول لك نحسب الجمره غير اللي كواتو، لاني كنت عايش واحد ستريس، واحد لابريسيون، واحد لا ما انا ما نتكلمش عليهم حتى وبعد واش من طبيب نفسي يا جمال في الجزائر؟ طبيب نفسي طبيب نفسي ماشي غير في الاصابات، حتى في ضغط المباريات ينحي عليك الضغط. ما كاش انا في الجزائر طبيب نفسي، بورتو كاين ضغط كبير في الجزائر سورتو في الفرق الكبيره، من المفروض هذو الفرق الكبيره كاع عندهم طبيب نفسي. قلت لك ما كنت نقصد حتى واحد، يعني شغل جات هكذاك وتروا جور ابري رحت لعندهم قلت لهم سمحوا لي، قلت لهم انا ما كنت نقصد حتى واحد، قلت لهم زلقت هكذاك من لساني، قلت لهم لي جوا، قلت لهم سمحوا لي ما كنت نقصد حتى واحد. بعدها عاود رجعت التدريبات، بصح كاين ناس شدت فيها علاش يتكلم مع صحابو كيفاش يتكلم، انا هذيك اللي ما خلونيش نرجع للمستوى تاعي. بعد انا شغل كي شتا هكذاك تعفنت، شغل اللي كاين الناس يستناوني هنا، كيفاش انت لاعب عايد من اصابه تاع 8 شهور يلعب 20 دقيقه طيح عليه، يلعب نص ساعه طيح عليه، يدخل اساسي طيح عليه، راك فاهم، ماشي ما 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 سي با نورمال، راك فاهم، اللاعب عايد من اصابه المفروض الناس توقف معاه، انصاري يوقفوا معاه، إدارة توقف معاه، أصحابه اللاعبين يوقفوا معاه، بصح أنا ما لقيت حتى واحد من غير الأنصار اللي وقفوا معايا، صح، خاصة في أبري لا فيديو هذيك ولا أبري لا بليسير تاعي، أنصار اللي وقفوا معايا أعطيهم الصحة، وحتى أنا ما ننساش الخير تاعهم. بصح حاجة واحدة أخرى، واحد ما عاوني باش نرجع عليها، بعد قلت لك زاد جا باكيطا يعني شافني فتره التحضيرات قال لهم ماذا علاش ما كانش يلعب الموسم الماضي، قالوا له كان مصاب ورجع من الاصابه. بعدين باكيطا بدا يتكلم عليا، الحمد لله مع باكيطا لعبت 24 مقابله،
15 لاعب مع مقابلة أساسي، وتسعة دخلتهم في الشوط الثاني ولعبت معاه في كأس إفريقيا. آه والحمد لله، وكان يتكل عليا والحمد لله. كان يجي لعندي كان يقول لي انت عندك، كان يقول لي في لي جوار انت هو اللي عندك لا فيزيون دو جو اخر منهم، يقول لي لو كان تسرع شويه برك في اللعب تاعك. كنت نقول له انا كنت نقول له كوتش تاع تسرع شويه في اللعب لازم لي مقابلات، لازم نونشيني 4 5 6 ماتش 7 ماتش. كان يعني الحق باكيطا، كان يشد بيا كثير. بعدين في نهايه الموسم باكيطا بالك نقطه من النقاط اللي نحاوه على جا على عليها بركي، قال له محتفظوا بنسخ وجرار. هذه هي الإدارة السابقة لما بالك هذه نقطة من النقاط اللي نحاوها نديرونجي ماشي هما. هذه الموسم الماضي كانوا حابين لي بيري ولي ليسونس ماكسيموم باش يجيبوا لي جواب. ايه والفهم يفهم، هما كانوا كي قال لهم باكيطا نو، قال لهم جربوا نسخ نسحقهم نقارديهم العام الجاي. وكاين بعض اللاعبين دارهم في القائمة تاع المسرحين بالك هما ما عجبتهمش ما خرجتش عليهم ولا نحاو باكيطا. لا لا فرانك ديما ما كانش عندي مشكل مع سليمان، راحو كان ما عنديش مشكل معاه. سما راحو كان يتصل بيا كل يوم بعد الاصابه، كان يتصل بيا كل يوم كذا. منا اصلا كي رجعت ما كانش انا، كان لما بديت نرجع هو مشى. ايه ما خدمتش معاه كثير ديما، انا خدمت معاه غير لمرحله العوده هذيك اللي جا خدم معنا ثلاث مقابلات ومن بعد بعد توقفت البطولة. بعدين خلاص بعدين أنا قررت نمشي جمال، ولا غير أنا قررت نمشي. المقابلة الأخيرة تاعت لمسان واحد ما كان عارف باللي، حتى اللاعبين واحد ما كان عارف باللي قررت نمشي. كي خلاص الشوط الأول اللاعبين كان مشاو لغرفة غير الملابس، أنا بقيت في الاحتياط مريح، بقيت باش ناخذ ديسيزيون يعني فينال، بس كنت مأزيتي ناخذ ديسيزيون فينال. بعدين قلت هذه هي الفرصه باش نودع الجمهور، قلت لي انه يعني واش قدمت في شباب بلوزداد، قلت محال نروح هكذا ايما بيرسيو راك فاهم، يخلص الموسم تروح ما شغل ما عادي شغل جا وراح. بعد قلت هذه هي الفرصه، جاو جمهور كبير في المسال الحمد لله. خذيت قرار وودعت الجمهور ومشيت والحمد لله، يعني ما ندمتش على القرار هذاك، يعني كنت قادر نكمل. لا لا والله ما كانوا عندي لي كونتاكت بيني وبين روحي، كانت تكون خلاص الموسم ولا بيني وبين روحي، قلت ما نزيدش خلاص كي ندري نحبس بالون ما نزيدش. ماشي هذيك حاجه، وشفت باللي لحقت لواحد المرحله يعني لازم نروح، لانه يعني علاش كنت بديت ماشي، كانت البدايه تاع شغل واحد بدا يفقد شويه من كيما يقول لك من محبيه راك فاهم، باش كبك هي تبدا تمشي. على بالي بلي كان نزيد عام نخسر محبه الناس، كون زدت عام واحد اخر نخسر محبه الناس. انا ما حبيتش نخسر محبه الناس على جا العام ولا على جا لاباي هذه كل شهر. الحمد لله قررت باش نمشي، وكان شرف الدين كان ما عندوش علم بلي راني ودعت الانصار. وكانت اسبوع موراها اتصلت بيا ليندا شباح قالت لي باش تمشي للتلفزيون، قالت لي باش تتكلم على البطوله وتحتفل معاه في التلفزيون. قلت لها انا ما نمشيش، قلت لها خلاص، قلت لها انا ودعت الانصار، قلت لها ما نقدرش ندير ان با لور، قلت لها سي بون خذيت قرار خلاص. الحمد لله بعدين بعد مشيت ليبيا، مشيت اتصل بيا، اتصلوا بيا تاع النصر الليبي عبر المانجر عصام سماره. بعدين مشيت ليبيا لعبت موسم تما. شكون المشكله اللي زادت؟ شوف هي السر تاع اسامه شباب بوزاد على البطوله المحليه، هذا ممكن لا السر هو كان في الاستقرار جمال، ما كانش سر، كان استقرار. اللاعبين اللي كاين في الفريق كاع عندهم جوده مليحه واستقرار الكوادر، هذاك هو اللي كان. لانه علاش الكوادر اللي كانوا حنا في شباب بلوزداد يعرفوا ضغط المباريات ويعرفوا ضغط الانصار ويعرفوا انصار مليح، كانت علاقه مليحه مع الانصار، يعني يعرفوا المناصر بلوزدادي كيفاش يخمم كي يزعف كي يكون فرحان راك فاهم، يعني استقرار الكوادر هو اللي كان، هو اللي كان مسيطر على البطوله. هذا هو خاصه كي نشوفوا باللي شباب بلوزداد اربع رؤساء، اربع مدربين، اربع رؤساء. هذا التعداد هذا اللي كان عندنا ولا اللي كان هذا الموسم
حتى وما تجيبلوش مدرب يفوز بالبطوله، حتى وما تجيبلوش تروح انت تدير تحكمهم تفوز بالبطوله، خلاص يمشي وكل شغل اوتوماتيك، اللاعبين خلاص يعرفوا كاع بعضهم، خلاص حنا كنا نعرفوا بعضنا شغل، نعرفوا اكثر من خاوتنا، خلاص اللي تعرف هذا كيفاش يلعب، هذا كيفاش يدوموندي بانو، هذا كيفاش يتحرك، هذا كيفاش يدير، خلاص شغل كان كلش مريقل يمشي على شعر. المدرب الكوكي كان خدم معايا في 2013 في اهلي البرج، جاء اول تجربه تاعو في الجزائر كانت في اهلي البرج، انا كنت في الفارق وكنت نلعب معاه دائما اساسي، كانت عندي علاقه مليحه معه، يعني باش اللي قال لك الكوكي هو اللي عمل القائمه تاع المسرحين كاش منها، الكوكي جاء من بعد حصلوها مسحوا الموز فيها برك، يعني هذا ما يكون مبروك عليه، يعني بالوزداد عطالو فرصه تاع التتويج باللقب ومبروك عليه، وان شاء الله القاب واحد اخرى في مسيرته ان شاء الله. خاصه انا نشوف كي انصار شباب الجد ما كانش عندهم طريقه لعب، كانت كنتم الفريق من نصر المباراه وكنت يعني في الارقام وفي الجمهوريه بصح انصار شباب مطلبين بزاف ما كانش عندهم طريقه لعب تاع الكوره كبيره بزاف في ايه، يعني شوف انا شباب لوز الموسم صح الفريق كان يفوز جمال، بصح كان يفوز كما يقول لك بصعوبه كبيره، 1-0 2-1 ركنيه ضربه جزاء مخالفه، الانصار دوكا ما يخلعوهمش نتائج جمال، النتائج خلاص والفوهم 4 سنين هما يحققوا في النتائج، بصح هما والفوا طريقه لعب مليحه، طريقة هجومية، فوز بأداء ونتيجة، وما يحبوا هكذاك وشافوا باللي الفريق ما راهوش بهذيك الطريقة، أيضا كانوا من حقهم فريقهم هذا وينتقدوا. يلعبوا لأن الدوري التونسي يكون فيه غير إلا الخشونة في الدوري التونسي، حتى اللاعب التونسي معروف بالخشونة، ما عندهمش هما يخدموا بزاف البدن جمال في تونس معروفين. تاكتيك وفيزيك برك تونس. حتى وتسقسي لاعبين اللي يلعبوا في تونس يقول لك حتى في التدريبات خشونه كبيره في التدريبات، وما ما عندهمش تقنيات كبار ولا حتى في المنتخب تاعهم راك تشوف ما عندهمش لاعبين زعما، هما يتكلوا بزاف على القوه البدنيه. كي راح بالليلي طايح اكثر من ناي، حتى بونجاح، حتى اللاعبين ديال ملاح تقنيين تاعهم داروا سيزون مليحه تما. شوف كيف كان حصل شباب بزاف، لانه بزاف الكوكي في مباراة ذهب ربع نهائي على صن داونز، كان صار ربع نهائي انا شفت انا صراحه تاع في صن داونز ولا عندي تشامبيونز ليغ، وهذا اللي يقول لك من الانصار يقول لك هذا اللعب يزيد يعني لعب ضعف شويه، ماشي يفتح لعبه في الفريق ديالنا. شوف سي فري صن داونز ستيف بوني كيف جامبان، يعني واحد ما يكذبش، حتى الاقصاء تاعهم مع الوداد كان مفاجئ، بصح يريحوا فريق مليح بزاف، بصح انا كي شفت المقابله شفتها في المكان هذا اللي نتكلم، كنت هنا في الجزائر كي شفتها، انا صن داونز شفتهم قبل لانه كي كنت في ليبيا كنت نتبع كاع المقابلات حتى القطن التشادي وكنت نشوفهم، اي شفتهم مع القطن الكاميروني في المجموعات وشفتهم مع الاهلي المصري في المجموعات، عندهم أروقة ماشي نورمال، عندهم ليزاريير لاريير دروا ولاريير غوش، يخدموا بزاف لوفونسيف بزاف بزاف، طيارات يلعبوا عليهم، انا كي شفت انا كي شفت كي نعرف لا تاكتيك تاع الكوكي تاع 4 4 2 على بالي باللي 4 4 2 ليزاريير يكونوا ليبر، باسكو هذيك لا تاكتيك ما فيهاش لي زيلي، تما ما كاينش لي ولي مع لاريير تاعو، على بالي باللي لي زيلي لي زاريير هذوك راح يديروا حاله، وسي فري في الماتش هذاك تاع براقي لي زاريير هما اللي داروا لا ديفيرونس، يطلبوا كره في الدار يديروا لي سونتر يتيري ويديروا كلش هذوك لي زاريير تاعهم، تما هذوك لازم تحط لهم زوج يولوا معاهم باش تقدر تغلق عليهم تبلوكيهم، وانا هذيك 4 4 2 على بالي هذيك 4 4 2 ما فيهاش لي زيلي، تما هذاك الظاهر راح يلقى الريوق فارغ، وهذاك واش داروا صن داونز لقاو الأروقة في كل كولوار فارغين داروا الرالي طالعين هابطين طالعين هابطين. لا لا هو ضخمهم صح، كي تسمعوا يهضر تلقى واحد السير بي راح يلعبوا مع مانشستر سيتي،
بصح هو بالك كانت عنده طريقه واحده اخرى، هو بالك كان عنده تخمام واحد اخر، يقول لك بالك كي نتكلم عليهم هكذا يغتر ولا يلعبوا بالغور، راك فاهم. واش نقول لك، كما يقول لك تولي ليكسبيريونس، وان شاء الله هذا العام يقدموا موسم احسن من المواسم الماضيه ان شاء الله. كلنا راه قبل قليل على قبل مشارك مع العشب المزيد وعيال المجرى الثانية لكن كأنصار لحد أنا نطالبوا بمركز تكوين نقول لك مارشا الأمريكات المزيد ما فيش مركز تكوين بيان سور من حقهم مركز تكوين، لأنه كيما أنا اللي شفت غير كيما مولدي الجزائر قريب ينهوا المشروع تاعهم حتى اتحاد العاصمة، يعني حاجة مليحة بزاف اللي نتمناوها لكامل الفرق الكبرى هذه حتى شبيبة القبائل. من حق شباب بلوزداد عندهم شركة كبيرة ويتمنوا حاجة بسيطة، هذه ماهيش حاجة كبيرة جمال، مركز تكوين ولا مركز تدريب ماشي مركز تكوين. إن شاء الله نتمنوا كما يقول لك في القريب العاجل نشوفوا شباب بلوزداد عنده مركز تكوين تاعو الخاص به، وين ياكلوا اللاعبين، وين يبيون ترينيو، وين احتراف كما أوروبا، كما حتى الفرق هنا في إفريقيا كما الأهلي المصري، كما الترجي، كما الوداد، الرجاء، هذو كامل عندهم سونتر تاعهم. ان شاء الله ان شاء الله كل الفرق الكبرى دو تاع الجزائر كيما شباب القبائل، شباب بلوزداد، مولودية العاصمه، ان شاء الله نشوفهم بلي سونتر دو فورماسيون تاعهم، لا سونتر دونترينمون. لا كنت معاهم ونعرف جمال، هذو في عين البنيه في اشراف. ومن بعد هم يونترينو لوامر ما كاش كرينو، يعني ما تقدرش تتكلم على حاجه كيما يقولوا، كيما حاجه كيما يقولوا حاجه كبيره كيما لا تشامبيونز ليغ، وانت تجي تونطريني في الفان وتلقى يلعبوا الحاميز مع الاخر، وتجي بعد تروح للاشراء تلقى اللي لاكاديمي تدري صغار يونطريني، ما عندكش وين تونطريني، راك فاهم. لازم الانسان يبدا بهاد، هذوما الاسس تاع النجاح، لازم تبدا بهاد العفايز، مركز تكوين، مركز تدريب، تحس بالمام اللاعب كي يجي لاعب جديد يحس بلي راه في فريق محترف بها تم معنى الكلمه. وان شاء الله والله نتمناوها جامعة، نتمنى من غدو ان شاء الله نزور الفريق، نمشي لمركز التكوين نشوف اللاعبين، نشوف صحابي، نشوف ان شاء الله كي اليوم مستوى بيان سور. كيما نتمناو الاتحاد عندنا بايزيد يطلع، عندهم ملعب مليح ومدينه كبيره، نتمنوا الاتحاد عنابة يزيد يطلع باش نشوفوا مقابلات في ملعب عنابة، ملعب حملاوي، ملعب ميلود هدفي، ملعب الراقي تاع تيزي وزو، وان شاء الله نزيدو نشوفوا ملاعب المستوى تاع البطولة يطلع، حتى الصورة تاع البطولة الوطنية تتغير ان شاء الله. نشوفوا هذه الامور يعني ما راهمش حاجة كبيرة جمال الدولة الجزائرية، والله ما راهم حاجة كبيرة، حتى مراكز التكوين هادو ما راهمش حاجة كبيرة على الشركات الوطنية تاع الفرق، حاجة عادية وحاجة راح تزيد تكبر حتى من الصورة تاعهم، وكما يقول حالة اقتصادية للفريق، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفهم في القارب العاجل. والله غير تاع هذا العام، تاع هذا العام ما تغيرت جمال، بيسك أداء ونتيجة صن داونز فازوا عليهم، بصح تاع المواسم اللي فاتت يعني الوداد والترجي بضربة الترجيح هي هما اللي كانوا قراب للنصف النهائي، هذوك هما اللي غيضوا خاصة تاع الوداد، لأنه ضيعنا كثير والحكم حرمنا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ما كانش عنده شخصية قوية باش يصفرها. راح شاف الفار وبالفار باينة، حتى في استوديو التحليل تكلموا عليها، ما كانش كانت عندنا فرصة، والعريبي كانت عنده فرصة، مرزوقي كان عنده فرصة في الشوط الأول، يعني كنا نشوفوا النصف النهائي، يعني بعد ربي ما كتبش حتى الحكم مثال فيها، كان قادر يصفر ضربة جزاء، شخصيته ماشي قوية باش يصفر في 95 في مع الوداد وفي المغرب. هذوك هما زوج اللي غاضونا يعني بزاف، كنا قادرين نروحوا للنصف النهائي، مقابلة كبيرة في مقابلة كبيرة ما نكذبش، حتى حنا اللاعبين ولينا نشوفوا الوداد فريق عادي، عارف فاهم، ولو يضيعوا في الوقت ولو يخافوا. يا قلت لك ان شاء الله كان تما كان خاصنا شوية حظ، حظ ما كانش معنا، ماشي كيسيون خبرة ولا حظ ما كانش معنا، ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله
يكون مع الفريق الحظوي ان شاء الله يدير دوره مليحه ان شاء الله. ربما يخصهم بعض اللاعبين الاجانب يشوفوا خاصه من البطوله الجزائريه ما مهاجم. مشكل كبير هذا جماعة، لازم يزيدوا يكبروا، لانه شوف حنايا شباب الوجدان لحقنا 3 مرات للربع النهائي منتوج محلي يعني 100% جزائري فاهم. باركونتر تشوف الاهلي تشوف الوداد تشوف 9 لاعبين اجانب 8 لاعبين اجانب، وتحب ولا تكره اللاعبين الاجانب يرفعوا من المستوى تاع البطوله تاعك، حتى وماشي بار اكزومبل حتى وما يكونش قوي زعما تقنيا تلقاه بالك فيه تخمامو بروفيسيونال حتى انت تولي ترفد عليه، حتى لانه الاجانب كيجي يجي اجنبي يجي مليح تلقاه محترف اوتوماتيكمون تلقاه محترف في كل شيء. يعني لازم يزيدوا على الاقل 5 على الاقل 3 وما تكفيش جماعة، على الاقل 5 انت عندك 3 اجانب ما يصدقولكش زوج يصدق لك واحد واش دير به، بصح كيكونوا عندك 5 ما يصدقوش زوج يصدقوا 3 راهم 3 كيكونوا 3 راه كائس في الفريق راهي مليحه يعاونوك 3 وقليل جماعة، لازم يزيدوا 5 على الاقل 5 خاصة لأنه هذه المباراة تلعب على جزئية صغيرة. إيه تلعب على جزئية صغيرة وعلى كما يقول لك جودة اللاعب وعلى خبرة اللاعب وعلى لما الاتحادية المصرية ولا التونسية والمغربية ماشي مهابل باش يديروا 7 أجانب ولا 8، لأنه يعرفوا باللي الأجانب بيطلعوا من المستوى تاع البطولة. إن شاء الله الاتحادية تاعنا يزيدوا يرفعوا الإجازات 5 الموسم القادم. هذه الكفرة في المسألة تاعك تحتاجها، واش هي ما حطاش تقول لي اللي فيها مليح ومليح يعني 2018 مع شباب الوزداد خلينا فيه كأس الجزائر، يعني الموسمين الأولين تاعي في شباب الوزداد قدمت موسم جيد جدا، كنت بالك نقدر نقول لك كنت أحسن لاعب في المنصب تاعي في البطولة، من بعد قلت لك الله غالب جات الإصابة قدرنا أنا خرجت من الباب الواسع. أنا نشوف راني خرجت من الباب الواسع لأنه أنا كما يقول لك تهمني علاقتي مع الأنصار، بعد يجي مسير ولا مسيرين اثنين اللي ما يعرفوش كوره يحبوا يخمجوا كل ما عنديش علاقه مليحه معهم ما يفسدليش الفريق تاعي راه فاهم، ما يهمونيش انا انا بالنسبه لي خرجت لي من شباب الوزداد من الباب الواسع بكل احترام وكما يقولوا بكل محبه وتقدير الحمد لله بزاف خصوصا كي نتلاقى معهم برا هكذا بزاف بزاف الحمد لله، حتى كي نكون مع الدار نكون برا مع الدار يعني كل هالمره ولا صافي بليزير يعني كل الناس يحبوني كاع الحمد لله، يعني تحس انا كي نتلاقى مع مناصحين شباب الوزداد تحس في وجههم تحس بلي هذا الانسان يحبك ماشي زعما ماشي حاجه عاديه يحبك في الله راك فاهم، الحمد لله هذيك الحاجه ما تسواش بدراهم جامد. خاصه انا شفت 10 شباب الوزداد في النقطه كاين لاعبين راحوا بطريقه اخرى كرهوهم كيما بيان سور دوك الحاجة المناصر الحاجة واش حاجة المناصر يحب تكون الثقة بين اللاعب والمناصر، بعدين كل واحد كيفاش يخمم جمال وكل واحد كيفاش يسير المسيرة تاعو، انا دوك ما نقدرش نقول لك اللاعبين هادو ماشي ملاح ولا بصح كل واحد كيفاش يحب يسير المسيرة تاعو فهمتني، كل واحد عنده المخطط تاع المسيرة تاعو كل واحد ربي يسهل عليه والانسان يشوف روحه هذا ما كانش. هذا انت انضيت لموسم واحد مع مصر الليبي. شو راح تكون مثلا او نو مضيت معاهم موسم الحمد لله ودرت موسم جيد في النصر الليبي والحمد لله قدمت موسم هايل ومضيت معاهم موسم بصح ما راحش نكمل معاهم لانه شي من كوتي سبورتيف ولا كوتي فينونس الحمد لله كما يقول لك بلا المناسبه نشكر اداره نادي النصر قيادة فوزي العيساوي لاعب سابق للمنتخب الليبي، يعني كانوا معايا منضبطين في الرواتب تاعي حتى الدقيقة الأخيرة وأنا لعبت كامل المقابلات الحمد لله، ثم إنسان حلل درهمه الحمد لله، مي جاتني صعيبة كي ما خديتش العائلة جمال كي تكون مزوج صعيبة شوية، لو كان كون جيت سيليباتي نقدر نقول لك نكمل تما نريح تما، بصح كي ما ديتش العائلة معايا صعبت لي شوية، احيانا كنت نساتوره شويه في راسي سوفريت شويه خاصه في الاعياد في رمضان بدون عائله وكذا صعيبه بزاف، وعندي ولد عندي 2 يعني صعيبه بزاف،
قررت باش نعاود ندخل للبلد ان شاء الله الموسم هذا ان شاء الله. لا لا لا، ظروف امنيه مليحه ولا تو فو بيان جامعه في ليبيا، يعني تاع الكلام هذا اللي يتكلموا هنايا ولا في ليبيا ما محتل لاعبين اللي انا حب. خفت مع الاول، مع الاول خفت كي راه بعدين 15 يوم خلاص، يعني حتى اللاعبين اللي يجيهم عروض من ليبيا ولا يخوفوهم، يعني نقول لهم من هذا المنبر باللي كل شيء راه تمام كما يقولوا هما، والحمد لله راه حاله مليحه ومستقره وما كان والو. الحاجه اللي شو اصلا انا عندي زوجه خدامه هنا يعني جمال يعني ودراري وعبالك بلي ما كاش طائره ديريكت لبنغازي، لازم تمشي لتونس، تونس تستنى طائره واحده اخرى تزيد تمشي لبنغازي، يعني فيها تعب راك فاهم. انا كاين بزاف عفايس قال لي هاللي وتكلموا معايا باش نزيد، يعني انا اللي ما حبيتش نزيد، حبيت انا نريح قدام ولادي ونريح قدام عائلتي ان شاء الله. بالك ان شاء الله الموسم هذا نعود نرجعوا للجزائر ان شاء الله. بعد ما خدمت شويه في معالي المنتخب الوطني، بدك تشوف عاد حدود المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه المقبله كوت ديفوار. والله رانا نشوفها حظوظ يعني نصف نصف 50 50 جمال، لانه فريق راه جديد كما نعرفوا البطوله الافريقيه في افريقيا صعيبه بزاف، حتى كما الموسم قبل الماضي تاع الكاميرون حتى المنتخب كان في اعز ايامه، شفنا المردود كيفاش كان والنتائج كيفاش كانت، يعني هذه البطولة راح يكون فريق جديد وفريق شاب، أنا شفنا بلي عاود جدد الفريق بنسبة 80% وكلهم شباب، تزيد تمشي للكوت ديفوار وأنا نعرف الظروف تاع إفريقيا، يعني أنا ما نكذبش عليك أنا مرانيش متفائل كثير، يعني إن شاء الله هذه البطولة كما يقول لك يدوها خبرة للاعبين شباب شبان هذوك، وكما يقول لك ما تقدرش تعرف تقدر بالك تمشي لهم يمشوا للنهائي ويقدروا ياخذوها. انا رايي انا ما رانيش متفائل 100%، يعني 50 50 لانه فريق متجدد وظروف افريقيا وفريق شاب، ما رانيش متفائل وان شاء الله ما يعملوش عليهم ضغط لانه راه معظمهم شباب. بيان سور راه من اجل تدويج جمال، لانه راك انت رسمك المنتخب الجزائري، راك انت هو البطل نسخه 2019 والمنتخب تاعنا من بين احسن الفرق الافريقيه، تما ما تقدرش تقول نمشي باش ما نلعبش عليها، انت دي اصلا في الكاف يرشحوك باش تاخذها انت ولا الكوت ديفوار، الجزائر، الكوت ديفوار، المغرب، ما تقدرش تقولها، لازم تعمل التصريح هذا تاع نمشي باش نعمل دوره مليحه باش ناخذها. بصح انا قلت لك رايي هذا كيبقى رايي وانا هذاك واش نشوف. لا المونديال حاجة مختلفة، المونديال متفائل 90% إن شاء الله باش نمشيو للمونديال، خاصة وهاد المرة يمشيو 9 فرق، ما كانش هذيك مقابلة مصيرية ولا حاسمة، تسمى الأول في المجموعة يمشي، وأنا كي شفت الفرق نورمالمون إن شاء الله حنا لانا مرشحين باش نمشيو، وإن شاء الله ما يكونش العكس. ان شاء الله ما تجيناش صدمه واحده اخرى. اي راح حتى الاول اللي راحوا في المجموعه ما كاش يعني المنتخبات اللي يقدر من غير بالك غينيا شويه اللي ملاح، بصح ما نظنش هما ما نظنش المنتخب اللي يقدر يصنع المفاجاه علينا. اي خاصه المقابله الاخيره ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نمشوا لهذه المره للمونديال، بالرغم من انه المونديال تاع قطر غاضنا بزاف كي ما مشيناش، خاصة كي شفنا الأجواء في قطر وكيفاش كانت الدورة، تمنينا يكون المنتخب في هذيك الدورة، بس قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله نمشوا للدورة القادمة إن شاء الله. كلمة أخيرة إن شاء الله يكون سلامي كامل الشعب الجزائري وإن شاء الله يكونوا كامل بخير، وكما يقول لك عطلة سعيدة في الصيف هذا إن شاء الله. ربي يحفظك جميعا.